الاجتماعات الجديدة الثانية المجالية الحزبية المنقطعة النظير. ومن مدينة جديدة بدأ مسار جديد. باش عملوا واحد بحالي دابا الآن وقع في الباب. أقولكم الخبا واحد من الوحيد وبدات علينا الساعة واش فضاش. الله يجازيكم بخير. إذا غنبداو الصف الأخير ثم الذي يليه ثم الذي يعني بشهادة الجميع وبشهادة المنافسين الأحزاب السياسية وبشهادة بأن الأخ عز أحسن التدبير في هذه الفترة كلها ديال 5 سنوات على رئاسة حزب التجمع الوطني الأحرار. ابتكر، أبدع، جدد، قاوم في كل يعني كل ما هو يمكن يعطيه الحزب، فأعطى الكثير من هذا الحزب. واليوم بأن ما عنجبروش أحسن منه، فهذا دليل بأن اليوم هو القائد ديال هذا التجمع الوطني، وزكيته من المناضلين إلا دليل على يعني بأن العمل اللي قام به كل هذه السنوات هو عمل مهم، وهو اللي يقدر يزيد يقود هذه الفترة هذه لنحو من مسار ديال الارتقاء إلى مسار التنمية، بحكم بأن هو كمسؤول كرئيس حكومة وكذلك تبوأنا المرتبة الأولى على الصعيد الوطني. نجاحنا هو نجاح يعني عطانا واحد الشحنة أكثر، عطانا واحد المسؤولية أكثر، فاحنا ندبر الشأن المحلي والشأن الجهوي، فزادتنا مسؤولية أكثر باش نكونوا عن قرب وعن حسن الظن اللي صوتوا علينا وعلى المواطنين، على تقريبا 3.5 مليون ديال المواطنين داخل الجهة يعني بحسم الجهة، وكذلك بالنسبة لرؤساء الجماعات الترابية ورؤساء الغرف المهنية، فهذه مسؤولية على العاتق ديالهم باش يكون هناك تواصل أكثر ويقربوا أكثر من المواطنين والمواطنات. اشتركوا معنا في قناة طنجة 24، ضغطوا على جيم وما تنسوش تفعلوا الجرس.